الآن جذبنا من الماء اللي هو بئر الهجيم من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة العصبة بالمدينة المنورة. اللهم لك الحمد، اللهم كما أكرمتنا أننا مررنا بزوار أماكن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا، فأكرمنا اللهم أن نكون على هديه في الدنيا وأن نكون بجواره يوم القيامة. فوقنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الماء الحمد لله توضينا وشربنا منها، جاء إلى البئر. يا الله، ما أجمل النخيل، خاصة النخيل طيب طيبة، فهي كانت إحدى صفات المدينة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت أرض مهجركم أرضا ذات نخل بين لابتين، وهذه هي حجارة اللابة. أذكر أن هذا هو بئر الهجيم، فإن كان الأول الذي شربنا منه الماء إن صح هو هذاك أو هذا فالعلم عند الله. العموم جميع هذه البئرين في مزرعة واحدة في العصبة بالمدينة المنورة. كنا إحنا هناك تقريبا في هذا المكان، هناك بئر اللي شربنا منه، وهذا هنا في نهاية المزرعة اللي هو بئر الهجيم. والعلم عند الله أيهما كان هو البئر، المهم أن هذا هو المكان تشرف النبي صلى الله عليه وسلم وبمرور النبي عليه الصلاة والسلام.